على ما يبدو إنه مو بس صناع دراما باب تحت مأصلة السوشيال ميديا، نحن كمان الظاهر ما نجينا منها. ومداخلة الفنان المصري دياب يلي بكل تأكيد بنكن له كل الاحترام والتقدير، ومؤلفة المسلسل أو مسلسل مليحة رشا الجزار كان عليها لغط كبير. فكتب مالك حلاوي مقالا عن المداخلة وأكد فيها إنه ما أعجب اندفاع جمال فياض، مؤكد إنه هناك تداعيات سابقة بين مقدم الحلقة علاء الدخخني وبين فياض، وتساءل عن طبيعة العلاقة بين الاثنين. الحقيقة أستاذ مالك بنحب نحكي لك إنه العلاقة بين المشهد تاج وكل الأطراف زي الفل، ما تقلق. يعني أستاذ جمال، المداخلة ورأيك في المسلسل صنع جدل كبير على السوشيال ميديا، وتخيل البعض أشياء يمكن مو موجودة، لهيك يمكن الشعرة يلي حكينا عنها انقطعت كمان هون. خبرنا شو رأيك بالموضوع؟ أول شيء تحياتي للأستاذ مالك حلاوي، وهو صحفي وناقد كبير من لبنان. يعني أنا لما كنت ببداياتي بالصحافة كان هو سكرتير تحرير بإحدى المجلات اللي اشتغلت فيها، مجلة ألوان. فيعني من الصحفيين الكبار واللي يحترم رأيهم ويأخذ بعين الاعتبار. بس اللي بدي أقوله أنا أنه بوقتها اللي خلاني شوي هيك انفعلت، أنه زميلنا الأستاذ علاء اللي هو صديق صار يعني من برا هالبرنامج، كان وقتها عم يسترسل بالحوار عن مضمون العمل بالحلقات الثلاثة الأول مع زميلنا الأستاذ طارق. ولما نوصل لعندي بدل ما يكمل الحوار عن المسلسل، دخل علي بأغنية شو رأيك بأغنية أصالة اللي هي تتر المسلسل. فأنا انفعلت إنه أنت هلأ بدك تسألني بس عن الأغنية ومضمون المسلسل اللي صار. فأنا طبعاً ما كانت وجهة نظري متطابقة مع رأي الأستاذ طارق اللي هو صديق وزميل كمان وأستاذ كبير. فقلت له لا، أنا مش هيك، مش رأيي هيدا اللي عم بيقوله، مش هيدا اللي بأيده. فاضطريت أني أقول رأيي بالحلقات الثلاثة الأول بدون ما هو يسألني، لكن يبدو أني قلتها بانفعال ونوع من الانزعاج، أنه لماذا حولت الموضوع إلى التتر ولم تسألني في المضمون، علماً بأنه مداخلة الفنان دياب كانت كتير بمنتهى الأدب والذوق واللياقة، لا غبار عليه. أنا أصلاً بحبه لدياب كمغني وكممثل، ما لما كان مع محمد رمضان ذاك المحامي الخبيث كان لعب دور كتير حلو، حتى هلأ بمسلسلنا بمليحة عم يلعب دور كتير حلو، دور كتير مثالي بالذوق والأخلاق. لكن خليني هيك مرق جملتين عن المسلسل بما أنه صرنا بالحلقة السابعة. أنا أؤيد وأتبنى المقدمات الوثائقية اللي عم تمشي بالمسلسل، لأنها تنصف مصر ودورها بالقضية الفلسطينية، وتنصف جمال عبد الناصر الذي ظلموا الإعلام كثيرا بالقضية الفلسطينية وبمصر بشكل عام. لكن ما زلت عند نقطة ما زلت محتار فيها، وبتمنى على الأستاذ جزار تاخذها بروح مرحة أو بروح رياضية، أنه ما زلنا بالحلقة السابعة لم ندخل في صلب الموضوع، بعدنا بمرحلة الزواج والطلاق والحب واشتقت لك وحبيب قلبي ويا ماما ويا بابا وبدي يعني المجاملات. المقدمة حتكون كتير تقيلة، عم تعطي جرعة معلوماتية كتير وثيقة عن القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين وتضحيات مصر بالقضية الفلسطينية اللي الناس بلشوا ينسوها وعم يرجعوا يتوجهوا باتجاه تاني. وقضية فلسطين تستحق أن يدخل بالموضوع، لأنه الحلقات 15 مش 30. يعني صرنا بالحلقة السابعة وبعدنا منحب ولا لا، منخطب ولا ما منخطب، نتزوج ولا مش هنتزوج. فهذا نوع من المط والتطويل اللي أنا بعترض عليه. إنما كممثل طبعا أنا بعتبر أنه الفنان دياب فنان حلو ومهذب وكتير لائق كتير بجوابه كان. أما بالنسبة للزميل الصديق الأستاذ علاء الدخخني، لا ما في شيء أبدا بينه، بالعكس في كل الود. طب وأنا أستاذ جمال، يعني ليه البعض إذا بدنا نحكي تحديدا عن الموقف يلي صار، ليه البعض بيغضب من النقد خاصة وإنه من مختص؟ يعني أنت ناقد فني معروف ولك رأي في الأعمال الدرامية والأعمال الفنية بشكل عام، بس بنفس الوقت بيفرح بالجهة الثانية بمنشور إشادة يمكن لربما يكون مدفوع الأجر. شوفي دياب أول شيء قال ما بدي تواجهوني مع النقاط، خلوني أقولوا البدونية بدون ما تحطوني وجها لوجه معهم، وهذا معه حق فيه. يعني ما بيحب يواجه ويقعد يناقش، يمكن ما عنده أدوات الدفاع الكافية. لكن بشكل عام بجواب على سؤالك ليش الإنسان ما بيحب النقد، يعني أنا مثلا بعرف أنه منخاري شوي طويل، بس إذا بيجي حدا بيقول لي منخارك طويل بتضايق، بس أنا عارف أنه هذه حقيقة. وإذا حدا بيقول لي اليوم شعرك طويل روح قصه مثلا، أنا أصلاً ما تعطيني رأيك، أنا المهم عارف حالي. فالإنسان بحب أنه دايماً يسمع الكلام الحلو من غيره، والنقد الذاتي بيخليه لنفسه ما بده حدا يقوله. يعني ما بعرف، حتى الأولاد لما بيكونوا أولادنا مثلاً مقصرين بما أمر معين نحن بننتقده،
لكن اذا بيجي حدا من برا يقلنا عنهم كلمه ما بنقبل.